اهلا بكم متابعينا في السيفي. رجعنا لكم في لقاء جديد. الضيف ديال لقائنا اليوم هو واحد الشاب اللي قدر انه ينتزع لقب من الالقاب اللي مهمه عربيا، اللي هو لقب منشد الشارقه لسنه 2017. معنا ومعكم اليوم ياسين الشهب اللي حضر معنا اليوم باش نتحدثوا شويه على مسيرته الفنيه، كيفاش خاض تجربه منشد الشارقه وقدر انه يحرز اللقب. اهلا بك ياسين. اهلا بك ومرحبا بي عندكم في الموقع ديالكم انفاس. ربي يخليك ياسين. في الاول قبل ما ندويو على الفوز ديالك باللقب وقبل ما ندويو على مسارك الفني، فبغينا تقرب للجمهور اكثر من ياسين الانسان، وياسين يعني الدراسات ديالك اي حاجه بعيد عن الفن. هو ياسين شاب من مواليد مدينه بن سليمان 8/8/1991. درست حتى انا المجال ديال القانون، ومن بعد منها درست المجال ديال الاعلام وتخصص تكنولوجيا الاعلام، الى جانب دراستي في المجال الموسيقي. كان بغي المجال الفني، نشأت في واحد الوسط اللي كيهتم ما هو طربي، ما هو فني، ما هو روحي، واختاريت واحد المجال اللي هو مجال الفن او مجال الغناء الهادف بمختلف المسميات ديالو: المديح، الانشاد، الفن الهادف، الغناء الروحي. المهم فكان اختيار ديالي وحنا مازال ماشيين فيه. في الهضره ديالك قلتي واحد النقطه اللي مهمه، اللي هي انك انت اختاريتي المجال ديال الانشاد او الغناء الهادف، فعلاش ما انت ما لصقيتيش مع الموجه ديال الاغاني سريعه، دارت الايقاع السريع، مع العلم ان هي اللي دابا كتحظى بواحد الاقبال كبير. شوف، هو اختيارنا لشي مجال معين كيكون راهين بحجه حنا عشناها في الصغر. فملي كنقولوا حنا نشأنا في واحد الوسط اللي هو كيهتم ويعنى بالمجال الفني الراقي، فطبيعي كيقولوا ابن الوزه عوام، فطبيعي انك نشأتي في واحد الوسط ما غاديش تكون انت استثناء، ربما تكون استثناء في هذاك الوسط. طبيعي انك تاخذ المنهاج ديال الاخ ديالك الكبير. ولا كاين الناس اللي اختارت انها دير الطرب او لا دير الغناء الشبابي دابا حاليا اللي كاين، وهذه اختيارات تحترم يعني. ولكن اختيارنا لمجال الغناء الروحي ولا الفن الهادف هو مرتبط بينا احنا كمبدا وكروح، لان انت كترتاح في واحد الوسط معين. كان ممكن انا نسولك نقول لك اودي علاش ما درتيش المجال ديال الاعلامي في الرياضه مثلا، او علاش ما درتيش يعني السياسي. ميول وراحتك، راحتك والمامك والمدارك اللي ممكن تاخذ منها وتمشي فيها في هذاك السياق اللي غادي فيه. فعلا. ودابا نمشيو للمشاركه ديالك في برنامج ديال الانشاد. فالفوز ديالك بهذه المسابقه، وما كنتيش غير انت بوحدك، كانت يعني اللي مثلتي انت مثلتي المغرب، ولكن كان مجموعه ديال المشاركين من مختلف البلدان العربيه. فكيفاش عودني على التجربه ديالك، كيفاش عشتي هذه التجربه، شنو غيرات فيك؟ شوف، هو التجربه ديال منشد الشارقه استثناء في استثناء، لان انا شاركت فيها تقريبا اكثر من 4 المرات. كل عام كنمشي كنشارك، يقول لي ودي العام الجاي ان شاء الله غدا تكون عندك فرصه واحده اخرى. العام الاخر ملي كنجي كيقول لي وهاد المره ما كنتيش. العام الاخر اللي من موراها يا اما كيكون ما عنديش الصوت، يا اما شي حاجه. المهم كاين اسباب، ربما سبحان الله كان كيهيئنا باش هذيك السنه الرابعه تكون انت موجود فيها ومبريباري باش نقدروا نقولوا انك خديتيها تحدي. تاخذها تحدي الى رجعتي في الكاستينغ الاخراني اللي عليه غادي نمشي لمنشد الشارقه. باش نشرح للناس كيفاش كتكون منشد الشارقه، كيختاروا من المغرب كامل 10 ديال الناس، ومن الناس اللي ما قدراتش تجي في المدن البعيده 5 ديال الناس، ومن هذيك 15 ديال الناس 3 من هنا وجوج من هنا، ومن هذوك الخمسه كيختاروا جوج ديال الناس 3 ديال الناس، وعاد كيختاروا واحد، وعاد كيمشي ينافس على اونيفو ديال العالم العربي كامل. الاستثناء في هذا البرايم اللي كنت فيه انايا هو انني في وسط من لي كاستينغ سولوني قال لي انت كل عام كتجي. شنو سر هذا الاصرار؟ لا هذا العام زعما شنو؟ قلت لهم لا هذا العام الا دوزتوني انا اللي غنجيب النتيجه. كاين اللي فهمها غرور، كاين اللي فهمها حس براسو كيما كنقولوا حنا بين قوسين في الدارجه ديالنا، ولكن كان واحد الاحساس سبحان الله
بان هذا العام غادي يكون استثنائي لان بحكم امن براسك وبالموهبه ديالك. راك انت مامن براسك في هاد ربع سنين كامله لانك ما كنتيش مامن ما غاديش، لان كان واحد الكسر خطير جدا، وان كل عام كيقول لك ودي هذا العام غادي يدوز. المهم ما غاديش نهضر في الكواليس، هذا العام غادي يدوز وكيدوز واحد اخر وما كدوش انت، هذا العام غادي يدوز وكيدوز واحد اخر، لدرجه ان حتى الناس اللي كاينين على برا ولا هنا ولو فاهمين وعارفين بان كل عام راه كيمشي وكيتسيليكسيون من هذيك 10 ديال الناس وما تيعيطولوش، فهمتيني؟ فكان تحدي بين قوسين، مامن براسك، فهمتي الكوطا كيفاش ماشيه، والله سبحانه وتعالى هذه الاولى والاخره بغاك هذاك النهار عاد تدوز. ما كانش باغيك انت تدوز في هذيك الاعوام الاخرى، ربما كان لاش باقي صغير فشويه نضج معاك. خبره اكثر. وي وي هذا هو اللي كاين. فكانت تجربه رائعه، منشد شارقه هي اكاديميه، تعلمنا فيها بزاف ديال الحويجات، سهلات علينا الطريق ديال واحد 5 سنين 4 سنين ديال انك تبقى تضرب تمارا على راسك في مجال الشهره في الوسط، لا هنا في المغرب ولا على برا ولا في مختلف بقاع العالم، على اساس انك تشتغل على ان منشد الشارقه ماشي ياسين هو الاول ولا الاخراني، ولكن من بعد منشد الشارقه واش كاينه مردوديه، واش ممكن تمشي ولا ما ممكنش تمشي تزيد، لان كان ممكن كاين اللي اختصاصه انه يربح في المسابقه، ولكن من بعد صافي كاين ناس كيكتفي بداك البركه اللي عطاو ودوك الفلوس اللي عطاو وتيجلس في حاله. وهاد النقطه هادي تخلينا اننا ندعو على واحد الموضوع اللي مثار بواحد الشكل كبير، اللي كيقول بان المواهب اللي كتربح اللقب ماشي هي اللي كنبقاو نشوفو من بعد، كنشوفو الناس اللي كانت يعني جات في رتب قل منها. هادشي ما وقعش لياسين. شوف انا والله الا هادي اشاره، وهادي ملاحظه في بلاصتها. بعض المرات كاين واحد النوع ديال الناس ما خصكش تعطيه الاول، حيت كتقتلو ملي كتعطيه هو الاول كتقتلو، كتسالي معاه وصافي، وكيتغرب راسو وتينسى راسو، والغرور ممكن اي واحد يطيح فيه، ممكن اي واحد يطيح فيه. كاين الغرور المرحلي كتنتشي بداك النجاح ومن بعد كتفيق، وكاين الغرور اللي كيمشي معاك لواحد المده طويله، وكاين الغرور اللي كيدمرك بصفه نهائيه. يمتاش كتفيق؟ النهار اللي كتلقى، لان المسابقه ديال منشد الشارقه شنو عندها واحد لاديو غيدا موكتيسم، كتمشي مثلا انا نجم في عام، واخا ما كنامنش بهذه القضيه ديال النجوميه، في عام في شهر 9 الماجي كيجي منشد شارقه واحد اخر، كيف ما في مختلف المسابقات ارب ايدل دو فويس وزيد وزيد وزيد. ولكن شنو درتي في هذا العام؟ هذه واحد. ثاني حاجه، كاين النوع ديال الناس اللي احسن حاجه ممكن ديرها معاه هو ما تعطيش البري الاولاني، اعطيه الثالث باش يبقى خدام، وديرها زعما كحافز انه يزيد لقدام. من اللي كيجي هو الاول، هو سقف التطلعات ديالو هو انه يجي الاولاني، وما عارفش باللي راه كاين سقف واحد اخر، وكاين حويجات اخرين ممكن يوصل لهم مسابقه منشد الشارقه او اي مسابقه، هي مرحله فقط. فعلا على ذكر النجوميه ياسين، كاين النجوميه في المغرب؟ لا ما كاينش النجوميه، كاين نجوميه انا بحسب نظري، مع احترامي للمسميات، مختلف المسميات اللي كيقولوا الناس، كنقول باللي حنا عندنا نجوميه افتراضيه في عالم افتراضي. دابا حاليا ولو عندنا نجوم مشاهير في المجال، ولو عندنا نجوم تفاهه، ولو عندنا نجوم في العبت، عندنا نجوم في هادشي ديال السوشيال ميديا، هادشي ديال التحديات الخاويه، بزاف ديال النجوم راه عندنا حنا، فهمتي؟ النجوم وديك السماء تلوتات بالنجوم، ما عرفناش الالوان ديالها، ما عرفناش المصدر ديالها، ما عرفناش. ف كنقول باللي النجوميه بعض المرات كتكون نجوميه مرحليه، فهمتيني؟ نجوميه مرحليه، في واحد الوقت كاين اللي كتصدق ليه في شي فيديو، كتصدق ليه في شي حاجه، ومن بعد صافي كينساوه الناس وكيبقى ينبازي هو على ذاك الفيديو على هذا، وربما راه كاين نماذج كثيره. ولكن النجوميه في المجال الفني مصطلح النجم مصطلح فضفاض وكبير، وزعما ما فعلا صعيب نقول. حنا عندنا ناس ناجحين فنانين، لا ناس ناجحين عندنا، ناس ناجحين، ناس عارفين شنو كيديروا، كيف ما عندنا واحد الكفه ديال العبث، عندنا ناس ناجحه، ناس عارفه شنو باغا دير، ناس بين قوسين في مسارح كبيره، نجوم صف اول. الا كنا كنهضروا على المسارح ماشي العالم افتراضي، ولكن
هاد النجوميه، المصطلح ديال النجم ستار ملك، هادي المطرب ما عرف شنو شي ولا بعيده شويه، صعيب ماشي بعيده علينا، لا المغرب بلاد ديال الفن غير هو صعيب علينا شويه، صعيب. وشوف اللي فنا خلي فنا كيهضر عليك، ما كاينلاش نبقاو نهضروا هذا نجم ولا هذا، خلي فنا كيهضر عليك. ودابا نجيو لياسين، الاعمال ديال ياسين حنا كنشوفوا بان الاعمال ديالك كتاخذ واحد الوقت باش تصدر شي حاجه، فشنو اللي واش غير اختيار منك اولا كاينين بعض الحويجات اللي كيعيقوا ياسين باش يصدر كل فتره؟ شوف باش نكونوا صراحه مع بعضياتنا، انا النهار اللي جيت لمنشد الشارقه تعطاتنا وعود كثيره من عدد من الناس وما توفاش بها، كانت ناس اللي ركبت على الموجه وبغات تبان في الاعلام على اساس انها غدا تعمل وغدا تنتج وغدا تدعم وغدا كذا، منا تعذر عليهم لحسن النيه ديالنا حنايا، تعذر عليهم انهم يكون وما تنساش باللي الفتره اللي حنا كنا كنشتغلوا فيها مباشره جات كورونا، يعني اشتغلنا ما بين 2018 2019 جات كورونا فحبست اشتغالنا في المجال. اصداراتنا ربما انا ركزت على ما هو عنده علاقه بالتلفزيون في البرامج، فكان رهان عندي هو كل سنه خصو يكون بحكم اشتغالي في المجال ديال الاعلام واشتغالي في الفن هو تكون عندنا 30 حلقه، وهذا ما كانش 30 حلقه في المجال ديال الغناء الروحي في مختلف القنوات هنا ولا على برا، وسنويا خصنا نشوفوا الجاليه المغربيه من 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 الخليج لامريكا ونشوفوا الناس نتلاقاو بالناس. فمؤخرا تلاقينا بالليكيب وجلسنا معاهم فقلنا صافي حنا خدمنا واشتغلنا بما في الكفايه، حال الوقت اننا نخرجوا البوم كامل باش الناس تسمع ليه، على اساس انه في الاعوام كلها اعمالنا وهذا الشيء كامل موجود في كاع وسائل التواصل الاجتماعي وفي لي بلاتفورم ديال الموسيقى ممكن الناس يسمعوا، لكن عمل خالص يتشتغل عليه بانتاج كبير وبانتاج ضخم كنقول باللي صعيب شي شويه مي ماشي مستحيل، كاين جاي في الطريق، ما بغيناش نحرقوا نحرقوا المفاجات مي جاي ان شاء الله في الطريق. وشنو اقرب حاجه دابا جايه في الطريق؟ شنو كاين عمل في المولد النبوي، غادي يكون عمل في المولد النبوي الى جانب السهرات اللي تصورت في القنوات كلها الوطنيه، جوج ديال القنوات الوطنيه. كاين عمل كيهضر على المولد النبوي بستايل جديد بفكره جديده، وكاين اعمال اخرى اللي كانت عندي واحد الاجتهاد في تلحينها لبعض الفنانين اصدقاء ديالي اللي غادا تخرج حتى هي في المولد النبوي، كنتمنى ان شاء الله، لان هذيك المناسبه شرط وكيكونوا الناس متعطشين ولا احترمنا الزمكانيه كيكون حتى الجمهور يتقبلك ويعجبو العمل ديالك. على سيرة الشهرة، بينا على الشهرة بزاف في الحوار ديالنا، ولكن بغينا نعرفوا شنو بدلات الشهرة في ياسين. الشهرة شنو بدلات في ياسين؟ شوف هو كيبقى نطاق الحرية الشخصية ديالك كيعود محدود. كيعود محدود في بزاف ديال الحويجات، في جلستك مع الناس، في جلستك مع العائلة، في خصوصيتك أنت مع الأصدقاء ديالك. ولكن إلا دخلتي راسك وزعما صافي تشبعتي بكون ان انا واحد الشخص مشهور او انا واحد الشخص نجحت في واحد المجال معين وعليا العين وعليا هادي، فاذا انا خصني نتعامل بهذا المنطق، هذا واحد المنطق ديال الحضر، واحد المنطق ديال عندك شي واحد يهز التليفون عندك، كنقول باللي الا كنت عايش حياه عاديه الناس غتحبك ببساطتك، بنفس القهوه اللي كنت كنجلس فيها باقي كنجلس فيها، نفس صحابي باقي نفس صحابي، كاين استثناءات لان الشهره بحالها بحال الفلوس، بحالها بحال الصحه، بحالها بحال الزواج، بحالها بحال الخدمه، كتبين لك معدن الناس فعلا، وكتبين لك واحد الاصدقاء اللي كيكونوا مرحليين في الفتره اللي كيتسلط عليك فيها الضوء ومن موراها كيمشي، وعاود ملي كيتسلط عليك الضوء عاوتاني كيتواجدوا بحال الظل ديالك، ملي كيتحيد الضوء ما كيبقاش، عاود ملي كيشعل عاوتاني كيرجع، فهي اصدقاء الضيف هذا هو اللي كاين. فعلى ديك اللي دويتي على الجانب المادي وهذا، عرفنا بان ملي خديتي الجائزه ديال المسابقه ديال الشارقه فكانت واحد الجائزه يعني نقدروا نقولوا انها مهمه، يعني خديتي سياره فاخره وخديتي واحد المبلغ مادي محترم. فبالنسبه لياسين كون ما كانوش هاد الاغراءات هادو او هاد الجائزه هادي الماديه، واش كنتي غادي دير نفس المجهود وانك غتمشي وتعاود تكرر المشاركه ديالك باش تاخذ؟ انا ما مشيتش على وديت زعما شنو غادي يكون في الفلوس ولا لا،
ما عمره كان عندي هذا هو الهاجس ديال، لان عندي زعما الاشاره انا قبل ما نمشي لمنشد الشارقه تعيط لي في دو فويس وما مشيتش، فزعما كان متاح لي زعما الاشتغال هنا في مجالات كثيره، زعما ندخل زعما الفلوس نشتغل في مجالي اللي درست فيه وندخل فيه زعما الفلوس، ولكن ما كانش الهدف هو الفلوس. شوف صدقني زعما نقول لك كاع اللي شارك في منشد الشارقه ما كانش الهدف ديالو هو الفلوس، وكاع اللي كيمشي شي مسابقه ماشي الهدف ديالو هو الفلوس، الهدف ديالو يثبت راسو. الفلوس هي وسيله باش انه اولى واحد الحافز انه يكون ديك روح التنافسيه وسط من وسط من، لان الا كنتي داير هاجس في راسك بين ما فوالا انا غادي ناخذ واحد لاسون ديال الفلوس، راه هذاك اللي غادي تكلاس التاسع راه تاخذ فلوس، كل شيء خذ فلوس قد ما كان المبلغ 40 50 60 100 مليون. كتشجيع لان انت غادي تاخذها راه من بعد من بعد اشتغالك ما غاداش تدوم. شوف حتى حاجه ما دايمه من اشتغالك من بعد، انا كيهمني هو نفس انا كان عندي هاجس هو انه ملي نشارك في المسابقه العام الجاي نطلع في نفس لاسين، ولكن نطلع كفنان. يعني انت دائما الهاجس ديالك هو الاستمراريه. بيان سور هو الا كانت الماده صافي، ملي كيكون عندك واحد الاكتفاء مادي ويتحط راه دابا علاش كنقول لك الاختلاف كتحطو صافي كتسالي علاش غادي تمشي فعلا علاش غادي تمشي. دابا حنا ولينا كنلقاو مسابقات ديال القران ومسابقه كتلقى مليار و300 مليون فعلا، وهذا اللي غادي تعطيه مليار اش غيمشي يبدا ثاني غيبدا يشارك في مسابقات اخرين غيكون واحد الثروه كبيره، ولكن واش الهدف ديالو هو يربح الفلوس؟ ما كنظنش. كان الهدف ديالو هو يحقق ذاته وعاد من بعد الشهره كيبحث عن بيان الشغل. هذه مفروغ منها لان حنا كنقول لك كتختصر علينا واحد المرحله فعلا، وملي كترجع كيعود عندك انتاج ديالك وكيعود عندك التزامات ديالك وعندك سفريات ديالك وعندك لقاءات ديالك، فالمفروض هو انك تكون قد ديك النتيجه اللي وصلتي لها ماديا معنويا، ولكن واش تكون هاجس صعيب صافي ما غاديش تبقى روح تنافسيه، غنعودو كنفكروا في هذيك الطوموبيل وكنفكروا في الفلوس متاش غادي يدوز، ما بقاش التركيز ديالك غيتشتت غيبقى محدود في هذيك الجاي. انا ما كانش عندي البيرمي اصلا اللي عطاوني ديك الطوموبيل، والله ما عندي البيرمي بالله، انا باش تعرفني بان ما عنديش ذاك الهاجس ديال بيرمي ما عنديش، فملي سولوني قالوا واش عندك البيرمي قلت لهم ما عنديش بيرمي، كي غادير تسوق الطوموبيل انت واش فهمتيني، واضطريت نردها تما لا ميزون عندهم تما وناخذها فلوس، لان ما انا ما كنسوقش ديك الساعه باش تعرف بلي ما عنديش ديك الفكره ديال الهاجس ما كاينش ابدا. فشنو نصيحتي ياسين للشاب للشباب اللي باغيين يولجوا للمجال الفني من جهه، وحتى الشباب المغربي بصفه عامه اللي عنده واحد الموهبه في ما كانت الموهبه ديالو، شنو نصيحتك للشباب؟ شوف ولوجنا لاي مجال كيتطلب منا دراسه اكاديميه، ونصيحتي لاي واحد باغي يشتغل في المجال الفني خصوصا المجال الفني قرا، كون واحد الاستقلال ديالك، استقلالية ديالك مادية دي مهمة جدا، استقلالية مادية حتى تمارس المجال الفني وتمارسه بأريحية وانت مرتاح وانت اختياراتك وقناعاتك مبنية على 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 ترابيك، مبنية على الوسط اللي عشتي فيه. شحال من واحد مضطر انه يشتغل في واحد الوسط معين لان عنده بزاف ديال المصاريف خصو يخلصها. أنا تعرف أصدقاء ديالي أصوات رائعة جدا، أصوات محترمة جدا، أصوات جميلة جدا، ولكن ما لقاتش. وبين قوسين حنا عندنا شح ديال المنتجين في المغرب، يلاه بداو واحد المبادرات اللي عجبوني أنا ديال مجموعة من الأصدقاء ديال أنها تبدا تدعم الأصوات الحقيقية في أعمال، لأن حنايا بغينا ولا كرهنا المجال الفني يحتاج ثلاثة ديال الحويجات، كيحتاج الإنتاج، يحتاج الجمهور، يحتاج الفضاء، فين دير هذا الشيء؟ ابار هذا الشيء هذا ما يمكنش انني ندير وحده. بيان سور الارضيه الصحيحه هو انه الصوت يكون عندنا اعلام اللي كيهتم بهذا المجال ماشي كيسوق لك اي حاجه. انا عوض تسلط عليا الضوء حيت لبست واحد القميجه ماشي تلهي ولا حيت مخاصم مع مراتي، سلط عليا الضوء لان عندي عمل جديد الاعمال ديالي الفنيه جديد حياتي الخاصه ما عندك ما دير بها. ف هذه رسالتي للناس، المحك الحقيقي والنجوميه الحقيقيه هي محبة الناس، هو انك تطلع سور سين، هو انك تعمل واحد السهرة وتقول فوالا بغيتكم تدخلوا للسهرة في دولة من الدول، وهذا كيفرحني انا بزاف بعض المرات ملي وتلقى لا تلقى سولد اوت، ما كاينش ما عندكش، هذاك هو هذاك هو هذاك هو المعجب، هذاك هو الفولو ديال بصح.
اما ما هو عنده علاقه بالعالم الافتراضي ولا النجوميه، دابا كنلقاو اي واحد كيحط واحد العمل تيشري واحد شويه ديال لي فولور و تيبيبليي شي شويه وكيحط راسو في خانه النجوميه وكيغطبر راسو وكيقبر راسو. فباش نلخصها، الجانب الاكاديمي والجانب الثقافي مهم جدا، والجانب الاخلاقي والجانب اللي عنده علاقه بالرؤيه ديالك انت شنو باغي توصل من ورا الفن هو مهم جدا. هذا هو اللي كاين في نهايه اللقاء ديالنا. ما نكرهوش نسمعوا شي حاجه بالصوت ديال ياسين. اييه نسمعوا سيدي مقطع صغير من محلك. يا من يرى ما يرجى للشدائد كلها. كاينه شتي نهايه وشي خاتمه احسن من هكا باش نهايو بها الحلقه ديالنا. الله يبارك فيك، شكرا. فاستمتعنا معاك بزاف، اللقاء كان خفيف ظريف ونتمنى نكونوا خفاف ظرف على المشاهدين. شكرا للحضور ديالك. شكرا لكم وشكرا للطاقم التقني ديالكم وشكرا للمنبر انفاس، ولعلها انفاس طيبه على الجمهور وعلى المتبعين لكم ان شاء الله. وكان هذا هو لقاءنا اليوم، على امل اننا نتلاقاكم في موعد اخر ومع ضيف جديد ان شاء الله. السلام عليكم.